إن كنت تتفق مع السيد سعيد عرقات فيما يتعلق بأن هذه المسألة قد تكون مسألة مؤقتة، سوف يكون هناك وقفة من الكونغرس، سيتم يعني إن كان هذا الإجراء مؤقتا سيكون قبل أن تتأثر السوق العالمية. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بما طرحته الآن، هل هذا يعني أنك في ميزان المكسب والخسارة أن كافة المكاسب سوف ترجح باتخاذ مثل هذه الخطوة؟ أولا الشق الأول فيما يتعلق بالكونغرس هي القضية لا تتعلق أمريكيا، يعني يبدو لي بأنه القضية هي قضية عالمية تتعلق بالتجارة الدولية، وكذلك منظمة التجارة العالمية دخلت على الخط، وهناك مجموعة من الدعاوى مقدمة ومطروحة على طاولة منظمة التجارة العالمية سواء من الصين وكذلك من الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يبت فيها يعني مستقبلا جدا، وهي من تقول كلا أو نعم بالنسبة كلا أو نعم بالنسبة إلى القرار التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك قرارات قد تكون سيادية من حق الولايات المتحدة تأخذها على مستوى الرئيس، ولكن هناك قرارات دولية تتمتع بالتجارة الحرة، فيبدو لي بأنه الكل ملتزم في هذا الدستور، إلا إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة التجارة العالمية، ربما سيكون هناك حساب آخر، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة حقوق الإنسان، من منظمة كذلك من اتفاقية المناخ، من ملف النووي الإيراني. كل هذه المقترحات أو هذه الآراء واردة، ولكن ما هي العواقب من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة التجارة العالمية التي هي عبارة عن دستور تجاري عالمي وقواعد تنظم التجارة بشكل مطلق؟ أما بالنسبة إلى المكاسب الأخرى، هي مكاسب طبعا بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أنه يجب انتعاش الاقتصاد الأمريكي، هناك ديون، هناك رهانات صينية على الرقبة الأمريكية، هناك ديون سيادية صينية على الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب أعتقد أنا في رأيي الشخصي، من قراءتي الشخصية على أقل تقدير، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحاول أن يعني تقتنص الفرصة أو تضايق الصين بسبب هذه الديون، أو على أقل تقدير حتى تجلبها إلى طاولة النقاش أو طاولة المفاوضات. وأعتقد الصين أيضا هي راضية بأن تكون يعني تجلس على طاولة النقاش ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين. الصين تبحث عن سلام، لأنه ليس من مصلحة الصين تحديدا أنه تخوض في حالة معارك، لأنه ستتوقف التجارة الصينية والانتعاش الصيني. طيب.